نختم جولتنا اليوم في أعمدة الرأي بزاوية حاطب ليل للكاتب عبد اللطيف البوني بعنوان نحن أم هم. يبتدر البوني زاويته قائلا: العلاقات بين الدول العظمى والدول الفقيرة واللنقولة النامية تحكمها القوة التي تفرض بها الأولى سيطرتها على الثانية، تصدر الخمور والملابس والعطور والسجائر، وتأخذ المواد الخام والبشر في شكل رقيق. ويضيف: إنه حكم القوي على الضعيف. ويعتبر البوني أن تلك العلاقة هي التي جعلت السودان خاضعاً لأمريكا، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية على السودان المرفوعة وما تبقى منها، والتي فشل الأخير في مقاومتها على حد تعبير الكاتب. ويمضي إلى أنه كان ينبغي أن تكون محاربة الإرهاب وحقوق الإنسان وكل المسارات الخمسة مطالب سودانية داخلية تعمل الحكومة على استيفائها، لأنها من حقوق الشعب السوداني الصميمة. ويختم البوني زاويته بأنه من المعروف أن ديون السودان المتلتلة وخدمة الأكثر تلتلة هي التي ترهق كهل السودان. ويتساءل: من في السودان لا يطالب بترشيد الصرف ولملمة الترهل الإداري ووقف الفساد وتشديد المحاسبية وتوجيه كل الأموال للتنمية؟ الانفراط الأمني وذيوع السلاح وارتفاع التكاليف الأمنية، أليس كل ذلك بسبب عدم التنمية؟ ولماذا لا يضغط الشعب في هذا الاتجاه؟ ولماذا لا تستجيب الحكومة طالما أن هذا يرضي شعبها ويعفي الدين؟ ويضيف: والله يا جماعة الخير، أنا مستغرب من أين لنا هذه القدرات الرهيبة على إيذاء النفس.